لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. الحكومة تقرر اتخاذ مجموعة من الإجراءات ابتداءً من يوم غد الثلاثاء على الساعة 9 ليلا للحد من انتشار وباء كورونا المستجد. الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة 9 ليلا إلى الساعة 5 صباحا، منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة جواز التلقيح، الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، الأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاصة، الحاملين لوثيقة أمر بمهمة موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل. إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة 9 ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة. عدم تجاوز تجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حال تجاوز هذا العدد. عدم تجاوز فنادق وباقي المؤسسات السياحية ل 75% من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاصة في الحالات التي تسمح بذلك. كما تشمل الإجراءات الجديدة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حال الطوارئ الصحية. هذه القيود الاحترازية تهم منع إقامة مراسم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50%، تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز تلقيح أو برخصة إدارية للتنقل المسلمة من طرف السلطات الترابية. الحكومة تشدد على ضرورة تقييد صارم للمواطنات والمواطنين بجميع التدابير الاحترازية المعمول بها في إطار حالة الطوارئ الصحية، من تباعد جسدية وقواعد نظافة العامة وإلزامية وضع الكمامة الواقية. الحكومة تؤكد على أن المصالح الإدارية والأمنية المعنية ستواصل تفعيل الإجراءات المراقبة الحازمة وتوقيع الجزاءات المناسبة في حق أي مؤسسة أو شخص تم إخلالهم بالضوابط القانونية المعمول بها حاليا. نشكركم على حسن المتابعة.